36 10 بس قفل فوقها ولا لا؟ هل قفل فوقها؟ شوف الشرط، والله قفل فوقها بس تحت القمة السابقة. شوف المستويات دي، ترى ما زال بيلعب عند قمم أسلاك، لكن المريح في الموضوع إنه يعني عشان أنت تضمن إنك أنت شغلك مية مية لا يكسر 34.5. يا إخواننا شركات زي كده انتبهوا من الانحرافات. الآن لو رسمت له ترند الآن في فبراير كده وقاعد تتابع الشمعة، كيف تقبل يكسر 34.5؟ غير كده والله السهم ممتاز صاعد. من أهم أهدافه كم قلنا؟ إذا اقتحم مناطق زي النظرية 37 10، الهدف 40.5 وال61 في مقريب 47. بس أنا اللي أبغاك تفهمه إنه أسلاك ممتاز، بس انتبه من انحرافات تقودك إلى كسر 34.5. إيش تبعاتها؟ تخاف إنه تبعاتها هنا، لأنه هنا الدعوم القوية، قبل كده رجع من هنا وهنا في متوسط المين، يعني شوف نسبة النزول قريب 30 ريال. فبياخي لو واحد اتعلق هنا وما انتبه لنفسه فكسر 34.5. أما كيف السهم؟ السهم ممتاز، طلع أخبار وأخباره طيب، وإن شاء الله ما يبيعوا على الخبر، إن شاء الله ما يكونوا اليوم باعوا على الخبر ونيتهم يطلعوا، كانوا من أول هم مثبتين السهم بينتظروا النتائج. شوفوا كيف شركات البتروكيميكال كيف ضغطوها.